أهلا بكم. تقفز القوى السنية من الصعب إلى الأصعب ومن حل الأزمة إلى أزمة الحل بعد 9 أشهر من الانسداد السياسي، ودعوات للملمة الشتات وتغليب المصلحة الشخصية. يعكس التنافس داخل القوى السنية مشهدا معقدا يتأرجح بين التحالفات المؤقتة والانقسامات العميقة. تأتي ترشيحات الشخصيات البارزة مثل محمود المشهداني لرئاسة البرلمان كمؤشر على محاولات إعادة تشكيل موازين القوى الداخلية وسط بيئة سياسية متغيرة. هذه التحركات تكشف عن التوترات والصراعات التي تشهدها الساحة السياسية السنية، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب استراتيجية تؤثر على مستقبل البلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد. أكثر من 9 أشهر مضت والخلافات قائمة على منصب رئيس مجلس النواب، على الرغم من ترشيح العديد من الشخصيات، لكن غياب الاتفاق بين الكتل السنية يعرقل الحسم. بوادر الحل قضية رئاسة البرلمان، تحالف العزم والسيادة يعلنان دعمهما لترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان في ظل تمسك 6 قوى برلمانية سنية لتقديم مرشحا منها. فمن حق حزب تقدم هو الذي يرشح رئيس بديل للرئيس الحلبوسي، وليس من حق السيادة أو عزم أو كتلة مبادرة وإلى آخره. اتفاقهم على ترشيح السيد محمود المشهداني هذا ما يصب في مصلحة حزب تقدم، وسيبقى الخلاف قائم إذا ما اتفقوا على مرشح، هذا المرشح يخرج من رحم حزب تقدم. طبعا هو تم رفض. ليش؟ أولا لأن محمود المشهداني خدم كان رئيس برلمان، ما سوى شيء للشعب العراقي ولا تعب ولا هاي. احنا اولا صار لنا 9 أشهر رئيس برلمان ما مخلي زين، شنو زين بالشعب العراقي؟ الشعب العراقي تعب، تشريعات ماكو زين. احنا شو نريد؟ نريد انسان يخدم هالبلد هذا، يخلونه صراعات سياسيه هاي بيناتهم. تسعى كتلة تقدم إلى إحياء آمالها في المنافسة على منصب رئاسة البرلمان بعد اشتداد الخلافات مع الأطراف السنية الأخرى من خلال المطالبة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو آخر أمل للحلبوسية في محاولة لفتح باب الترشيح مجددا بعد أن أغلقته المحكمة الاتحادية. الحلبوسية يحاول قدر الإمكان بأنه تعديل النظام الداخلي وتعديل النظام الداخلي وفتح صفحة جديدة من الترشيحات، وهذا ما ينافي ويخالف قرار المحكمة الاتحادية التي قالت بأنه لا يجوز بأنه فتح باب الترشيح من جديد ويبقى المرشحين كما هم. بعد دعم المرشح محمود المشهداني، هل سيظفر بمطرقة مجلس النواب في ظل احتدام الخلافات داخل البيت السني على المنصب؟ هذا ما ستثبته جلسة الحسم التي ستعقد بعد الزيارة الأربعينية. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، أجدد الترحيب بحضراتكم وأرحب بضيوفي في الأستوديو المحلل السياسي الدكتور وائل الركابي. أرحب بحضرتك. حياك الله. أهلا بجنابك. وعبر أسكاب الشيخ مزاحم الحويت، مرحبا بحضرتك شيخ. أهلا بجنابك. دكتور وائل، أبدأ مع حضرتك. حل بعد 9 أشهر من الصراع والاختلاف داخل المكون السني، ربما اليوم الحل قريب جدا، شنو بوادر هذا الحل؟ وهل اتفقت القوى السنية على الحل اللي طرح الإطار التنسيقي، أو ربما راح نشهد حلول أخرى تطرح خلال هذه الأيام قبل البدء بالجلسة داخل مجلس النواب للتصويت؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والضيف العزيز الشيخ مزاحم ومشاهديكم الكرام. يعني لربما أنا لست متفائلا حقيقة، على الرغم من وجود أرضية أو حراك يوحي بأنه الحل بات سريعا، لا، أنا أتصور أننا مقبلون على أزمة أخرى أيضا. الخلاف السني السني وصل إلى درجة جعل حتى الأطراف الأخرى، يعني المتمثلة مثلا في الإطار التنسيقي،
جعلهم أنهم لا يستطيعون أن يقفوا لصالح هذا الطرف بالضد من هذا الطرف. يعني بالتالي هم حقهم، أنا يعني حقيقة أعذر الإطار التنسيقي لهذا الموقف، لأنه موقف من الصعب جدا أن أنت تتعامل بشيء قد أنت كنت مار بيه بتجربة مثلا في بداية الانتخابات، وبأمامك كان التحالف الثلاثي وعملية الشق الصف في البيت الشيعي، لم يرغبوا في أن يكونوا بهذا الموقف أزاء الأخوة السنة. اليوم السنة وصلوا إلى مرحلة يعني فيها يعني حدود لا يمكن أن نتوقع، على الرغم من كل الطروحات التي تقدم من الإطار. وهي قبل 3 أيام أو 4 أيام كان الاتفاق على قاب قوسين أو أدنى من أن يتم الإعلان بعد أن جمعوا الخصمين في بيت أحد القادة من الإطار التنسيقي. نعم. ووصل الأمر إلى اتفاق أنه يوم غد يأتون لكي ينهى الأمر بشكل واضح. يعني الاتفاق على السيد محمود المشهدان. نعم. زين. لكن بالنتيجة النهائية اختلفوا، نزلوا بيان الأطراف الأخرى. الآن يعني بعد الاتفاق اللي حصل يعني يوم أمس الأول، وصلت الأمور على أساس أنه الآن النوايا تتجه إلى السيد محمود المشهداني، لكن الطرف الآخر هل سيكون يعني في رأي الإطار أو في رأيه اتجاه الإطار، هل سيقبل في هذا التهميش مثلا حسب ما يعتقد هو؟ أتصور الأمر عندما يناط إلى النواب الذين هم سيتم اختيارهم ولا يلزمون قسرا في التصويت لسين أو صاد، لأنه هذا المبدأ الآن يتعامل به الإطار، يعني حقيقة أنه لم يملي على طرف على نوابه، أي كتلة من الإطار لم تملي بشكل واضح، لكن قد يكون الوضوح هو فقط إلى مثلا دولة القانون على سيد محمود يملي. واليوم الإطار التنسيقي معارض وبقوة فتح باب الترشيح مرة أخرى. طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يكون، يعني أنا ليش دا أقول لك الحلول يعني ما دا أشوفها وردية أمامي وسهلة، لأنه موضوعة تعديل النظام الداخلي يعني هذا قرار اتحادي، وما أعتقد أكو يعني قدرة على تغيير النظام الداخلي باستبدال مرشحين جدد. إذن الأسماء التي تطرح النظام الداخلي لمجلس النواب يعدل مجلس النواب، يعدل مجلس النواب، لكن أكو أمامه قرار محكمة اتحادية. المحكمة الاتحادية قالت سابقا بأنه التصويت سيكون على أحد الأطراف المرشحة. إذن شلون الإطار التنسيقي يطرح إمكانية أنه إذا وصلنا لطريق مسدود إذا وصلنا لطريق مسدود ممكن يضاف مرشح واحد؟ هسه هذه ينتظرون بها تفسير آخر، يعني أن يضاف التفسير القانوني، هل يتاح أن يضاف تفسير يعني شخص جديد مثلا، لأنه نسب يعني أمل السيد المشهداني أو السيد العيساوي في الحصول على أصوات تجعلهم يعبرون العتبة، أنا أعتقد يعني لا أمل لأحدهما في الحصول إلى هذه في الحصول على هذا الأصوات، يعني سيبقون متنافسين أحدهما ينافس الآخر. هذا الموضوع في حال عقدنا جلسة وتم التصويت وما استطاع أن أحدهما يوصل إلى يحصل الأصوات المطلوبة، ماذا نصنع؟ تبديل، ما نقدر نبدل قرار المحكمة الاتحادية، نبقى نعيد بالجلسات والسجال والخلاف والتقاطع السياسي للأخوة السنة واصل إلى مراحل لا يمكن أن نعتقد أن يلتقون بسهولة. لا، البيت السني هذه المرة من المؤكد أنه يجون متفقين إلى الجلسة. خلي نشوف رأي الشيخ مزاحم الحويت. أرحب بحضرتك من جديد شيخ، شنو المشهد داخل البيت السني؟ هل هناك اتفاقات جديدة على السيد محمود المشهداني أم الذهاب باتجاه آخر؟ تفضل. نعم، تحية لك أستاذ العزيز والأخ الكبير الأستاذ وائل الركابي والسادة المشاهدين وقناتكم الموقرة. أهلا بك. طبعا اليوم البيت السني هو متفكك منذ أشهر، هو تفكك ولم يتفق ولم راح يتفقوا على أي مرشح مثل ما تحدث الأخ الأستاذ وائل. طبعا هناك انشقاقات وبعض القيادات السنية هي موالية لبعض الدول، يعني
بعض الدول هي تتحكم بالشخصيات بعض الشخصيات السنية. هذا ما راح يتفقون، يعني لا راح يتم الاتفاق على السيد المشهداني ولا العيساوي، ولا راح يذهبون إلى تعديل المادة 12 لكي يتم ترشيح شخصية أخرى. لكن هو الحقوق والدستوريا وقانونيا للمكون السني، هو اليوم حزب تقدم هو يمثل المكون السني رسميا، وهو صاحب القرار، وهو صاحب المرشح اللي هو يتسنى منصب رئاسة مجلس النواب التي هي تعد من حصة المكون السني. إذن اليوم هو يمثل، إذن شنو اللي مأخر كل هذه التسعة أشهر؟ لكن اليوم هناك من أكو تدخلات تحاول مرة أخرى تهجيج الموضوع والذهاب إلى مرشحين. طبعا السيد محمود المشهداني كل الاحترام والتقدير له، دكتور محمود شخصية وطنية وقدم وضحى وكبير، وكذلك الأخ سالم العيساوي، لكن المكون السني لحد الآن لم يتفقوا ولا راح يتفقوا. من الممكن راح يكون الذهاب إلى نهاية الدورة، والسيد المندلاوي سيكون هو يبقى رئيس مجلس النواب بالإنابة. أكو اسم من الممكن أن يطرح في حال تم إضافة مرشح يدعم أو يوافق عليه حزب تقدم؟ أي مرشح يقدم حزب تقدم هو مقبول. لا لا، مو يقدم حزب تقدم، حزب تقدم ما راح يقدم ولا يوصل لهذه المرحلة حسب المعطيات الموجودة داخل البيت السني. لا لا، راح يقدم إذا تم تعديل المادة 12، راح يقدم حزب تقدم، راح يقدم مرشح أحد النواب، وهم بعض يعني إحنا ما نقدر ما نعرف منهم اللي راح يرشحون، لكن حزب تقدم عنده مرشحين وممكن من حلفاء وكذلك، لأن هناك يعني وجهات النظر بين السيد الحلبوسي وزياد الجنابي، أكو بين السيد خالد العبيدي كذلك. لكن لحد الآن القيادات السنية لم تتفق، إنما هذا اللي ظهر بالإعلام هذا اتفاق أيمن، كل حزبين متحالفين ومطلعين لهم مرشح. شنو موقف تقدم في حال مضى البيت السني مع ما طرح الإطار التنسيقي على المضي باختيار سيد محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب؟ طبعا هذا اولا يعد اختراق للمواد الدستوريه. اليوم حزب تقدم هو الاغلبيه، هو اللي يمثل المكون السني. اذا مضى اي مرشح دون موافقه السيد الحلبوسي وقياده حزب شون تقدم على اي اساس ما راح ينجح؟ بالعكس راح تكون هناك خلافات اكبر، وربما هاي الخلافات تتحول الى المحافظات. على اي اساس اليوم حزب تقدم يمثل المكون السني؟ اليوم حزب تقدم هو الاغلبيه وهو الـ 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 الاكبر عددا. اليوم حزب تقدم هو لديه 41 عضو في مجلس النواب، وحزب تقدم انت تعلم انه هو صاحب القرار وهو صاحب الاستحقاق، لان سابقا السيد الحلبوسي كان رئيس البرلمان، وهو من كان رئيس البرلمان نص الأصوات اللي يعني إذا نجي على البيت السني نص الكتل السنية كانت لديها أصوات مقاعد، والسيد الحلبوسي هو النص الآخر اللي كان هم عددهم 84 مقعد، السيد الحلبوسي كان عنده تقريبا بال 50 مقعد. شيخ مزاحم، بعض المعلومات تقول صاحب القرار وهو المنصب هو لحزب تقدم، إنما من يريد أنه يستبعد حزب تقدم هو يريد إشعال النار الطائفية والفتنة في المحافظات الغربية وبين المكون السني، وهذا أمر مرفوض. طبعا الأخوة في الإطار التنسيقي لهم فضل ولهم دور كبير بحل الخلافات ولملمة البيت السني والوصول إلى مرشح تسوية، ولكن الأخوة في الإطار التنسيقي الأغلبية هم مع مرشح حزب تقدم. منو هذا مرشح حزب تقدم؟ لحد الآن لم يتم اختياره. بعض المصادر والمعلومات إذا من حزب تقدم أو من أي كتلة إذا قال علي السيد الحلبوسي الكل موافقة. بعض المصادر تقول الآن طموح السيد الحلبوسي هو
فقط بتغيير السيد محمود المشهداني وطرح أي اسم من قبل القوى السنية الأخرى ويرتضيه تقدم؟ لا لا، السيد الحلبوسي ما عنده أي موضوع على هذا الموضوع. اليوم إذا هناك توافق مع السيد الحلبوسي على السيد المشهداني يمضي السيد المشهداني، وإذا توافق على السيد سالم العيساوي كذلك. لأن أنت تعلم جيدا أستاذ، اليوم حزب العزم والسيادة أعلنوا دعمهم للمشهداني، يبقى السيد الحلبوسي إذا اتفق معهم راح يمضي المشهداني، وإذا ما اتفق راح يتم التصويت مع باتفاق مع بعض الكتل الكردية والأخوة في الإطار التنسيقي والممثلين المكونات الأخرى مثل الشيخ ريان كنداني وبعض الممثلين، أنه الذهاب إلى التصويت على مادة 12 كي يتم فتح باب الترشيح مرة أخرى. وحزب تقدم هو لديه مرشحين لكن لم يعلن على أسمائهم، وحتى داخل الحزب لم يعلن، لأن السيد الحلبوسي تعلمون جيدا ما يريد يسوي مشاكل حتى لا داخل حزب تقدم ولا داخل البيت السني. جيد دكتور وائل، هل وفق المعطيات هل السيد الحلبوسي اليوم بموقف يستطيع أن ينفرض مرشح لشغل منصب رئاسة مجلس النواب؟ يعني شوف أستاذي العزيز، السيد الحلبوسي يتحدث عن أغلبية عددية، وهذه الأغلبية العددية عندما بدأت يعني نتائج الانتخابات، نعم، أمامها نقاط لكل كتلة. الرئاسة أنت تأخذها لازم تعطي وزارات مناصب، وهذه النقاط المتعارف عليها في توزيع المناصب بالنسبة هذه بتشكيل الحكومة. المعطيات تغيرت اليوم، الآن اللي قاعد يثار هو هذا، انه ان انتم طلعت اني من منصب رئاسه البرلمان، فهذه النقاط اللي انا طلعت من عندها ودافعها لكم امامها اخذت وزارات. زين شلون اني اطلع هم من رئاسه وزراء وهم تردون رئيس برلمان مو من تقدم، والوزارات وتوزيعاتها شلون يعني؟ فصار قلت لك المفاوضات كلها كانت بهذا الخصوص، على ان يتنازل أحدهم في وزارة معينة ويأتون باسم الوزير الذي يتغير، لكن صار حدث اللي ما هو يعني مجهول بالنسبة للجميع، وتم عدم التوافق على ما عقد من جلسة مع قادة الإطار التنسيقي. اليوم الشيخ مزاحم يقول إنه تقدم هي التي مسؤولة عن منح أو طرح أسماء بديلة عن السيد محمود المشهداني. طيب ما هو كان متبنى يعني تقدم هو السيد محمود المشهداني في منافسته الأخيرة بالجلسة الأخيرة مع العيساوي، ليش يعني الآن التغيير؟ يعني لا تعتقد بأن هذه الرغبة في التغيير هي رغبة بإبقاء الحال على ما هو عليه لحين انتهاء الدورة، أو خلق أزمة جديدة لا يمكن أن يتوصل فيها من مصلحة التقدم تبقى الأمور بدون؟ نعم، رغبة التقدم الآن أن يبقى الحال كما هو عليه. ليش؟ الآن ما لحتى تستطيع أن تقول يعني، وكما ذكرت الوكالات الأنباء من البارحة إلى اليوم أنه أنا خرجت بالقانون بالقضاء فلا يمكن أن تسيطرون علي أو تخرجوني سياسيا من الدائرة السياسية، فأستطيع أن ألغي وجود ووصول أي شخصية سياسية لرئاسة البرلمان بدون التوافق أو بدون إرادتي. جن هذه أمامها كلها، أكو شيء اسمه إطار، أنت بأصواتكم باتفاقكم، وإن اجتمعتوا باجر 74 نائب سني كلها اجتمعت سوا، زين بدون تصويت الإطار لا يمكن أن يحصل أحدهما على النسبة والعتبة التي تجعله رئيسا للبرلمان. فكل الأسماء التي تطرح سواء كانت من تقدم أو بالاتفاق الحالي مع عزم وسيادة والأطراف الأخرى يجب أن يوافق عليها الإطار. يعني هاي الأسماء الإطار يوافق على أي اسم يطرح؟ لا، إن كان حتى وإن كان اتفاق سني؟ طبعا لا. جيد، طبعا لا، الإطار يستلم الأسماء، فلذلك هو الإطار أراد أن يخفف عليهم كثيرا، قالهم جيبوا لي اسم واحد حتى ما نتشتت كقوة إطار، البعض يذهب منا لسين أو البعض يذهب إلى صاد، لا ائتونا بشخص واحد فبالتالي احنا راح نحصل على اغلبيه عليه ونقول لكم اوكي. هم ما متفقين،
فيبقى المرشح هو مرهون بموافقة الإطار. إذا الإطار طرح عليه اسماً كما مثلاً مر بالتجربة الأولى بالسيد شعلان الكريم، بالتأكيد أنه لا يقبل الإطار بأي اسم مطروح ما لم يتيقن من يعني وطنيته، ويتيقن من نزاهته، ويتيقن من عدم طائفيته ومن عدم انتماء إلى طرف خارجي. هذه الأمور كلها تؤخذ بنظر الاعتبار، وبالتالي الإطار ما يطرح من اسم سيتم مناقشة داخل بين قادة الإطار لكي يخرجوا بالتوافق على العزم والسيادة والقوى المتفقة معها. هل تستطيع المضي بمرشحها مع الإطار التنسيقي والتصويت على اختيار رئيس مجلس النواب؟ يعني لو من دون تستطيع تقدم. نعم. بعيداً عن تقدم تستطيع من الناحية العددية لو الإطار يعني يرفع من رؤيته عدم قضية التهميش، يعني أنه أناني ما يصير أزعل فلان وأرضي فلان على حساب طرف على حساب طرف. إذا رفع الإطار هذه الرؤية وتعاطى مع الموضوع بشكل عددي وخلاص يعني يمضي بالتأكيد، لكن الإطار لحد هذه اللحظة يتعاطى بتعاطي مع الأخوة السنة بتعاطي الأخ الأكبر، لذلك هو الآن يعني يريد يدفع عن نفسه درء مفسده، يعني يريد أن هسه ما خلصان يقولون يا بالإطار هو يتحمل المسؤولية، طيب جيبوا مرشحيكم وتعالوا حتى تحملون الإطار المسؤولية، الإطار ده يجتمع وياكم وكما ذكر شيخ مزاحم أنه ده يتعامل معاهم في محاولات حلحلة الموضوع، لكن الآن لا. وتصور الإطار حتى ذكر لهم قال لهم احتمالية حتى عدم وصول وحصول لا السيد العيساوي ولا السيد المشهداني على أصوات حقيقية، فلذلك بدلوا جيبوا لكم شخصية أخرى علنا نجد طريقا وقانونا يسمح لنا في إدخال هذا المرشح الجديد. يعني من يجيك مرشح جديد أنت مو هذا هو وخلصت، لا، غير يراد مخرج قانوني خوبية، مو قاعدة عشائر حتى أعطيك فصل وفلان إجاني وطايحة هاي للسيد، لا، القضية قضية قانونية، لدينا قرار من المحكمة الاتحادية أن الجلسات والانتخابات تأتي من خلال المرشحين الذين تم إعلانهم في الجلسة الأولى، لا يحق لتغيير النظام الداخلي للمادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان، فبالتالي هذه يراد لها مخرج. إذن علينا أن نتفق على شخصية واحدة حتى حينها نتفق على القضية القانونية، نطرح الرأي إلى المحكمة الاتحادية، نحاول أن نفتح المادة 12 مثلا من القانون إذا كان القانون والقضاء يسمح حتى نصل إلى حل. جيد. الإصرار بالتأكيد ما يخلينا نصل إلى حل. جيد. الشيخ مزاحم، شنو موقف التقدم اليوم من السيد محمود المشهداني، وشنو اللي يتغير بعد ما كنتوا مؤيدين لطرح هذه الشخصية؟ نعم، طبعا موقف التقدم هو يعني حصل هناك خلاف، لكن هو خلاف بسيط، يعني انه السيد المشهداني من هذا احكي لك يا انه في حزب تقدم انه انت ما راح تمضي بجلسه مجلس النواب، لهذا احنا راح نعمل مع الاخوه في الكتل الاخرى ومع الاخوه في الاطار التنسيقي على إعادة ليش ما راح يمضي؟ لا، السيد محمود المشهداني إلى المقبولية، الإطار من الضوء الأخضر. السيد الحلبوسي هو أعلم بهذا الموضوع، بس الدكتور محمود المشهداني افتهم الموضوع وذهب إلى حزب السيادة وإلى عزم، واتفقوا هم عزم والسيادة، لأن سابقا عزم كانت حليفة للحلبوسي. نعم. اليوم عزم هي حليفة للسيد الخنجر بترشيح المشهداني. إذن موقفكم اليوم شنو من السيد محمود المشهداني؟ ما عندنا أي موقف، طبعا احنا ندعم أي شخصية، إذا السيد المشهداني أو العيساوي أو أي شخصية يتم الاتفاق عليه باتفاق عراقي وليس دولي وليس
بعيد عن التدخلات الدولية. اليوم الاتفاق عراقي إذا داخل المكون السني. شيخ مزاحم شنو التدخلات الدولية؟ بدعم شنو وليش؟ أي شخصية ليش تسمحون بتدخل دولي؟ صار تسعة أشهر صار تسعة أشهر ما قدرتوا تتفقون على مرشح. تنسيقي ما يتفقون على المرشح إحنا ما راح نتفق. شيخ مزاحم أنا أسألك ليش تنطون مجال للتدخلات الدولية؟ أنت تقول تقدم هي تمثل المكون السني، عندكم اتفاقات مع بقية القوى السنية خلاص، بالتالي هذه التزامات، ليش ما تتفقون على مرشح خلال هاي التسعة أشهر اللي فاتت وتأتون باسم متفقين للإطار التنسيقي؟ أخي كل ما أريد نتفق على مرشح يصير بها تدخلات دولية، كل ما أريد نتفق على مرشح يطلع لنا فلان رئيس حزب وفلان شخص وفلان شخصية. هذا يا انطيني اسم مرشح يا مرشح اللي اتفقتوا عليه وصار تدخل دولي والرفض. انتهى القضيه الى نهايه الدوره، انا اقول لك اياها، والسيد المندلاوي راح يبقى، وانا شخصيا طلبت من بعض الاخوه من القيادات السنيه انه نتفق على ابقاء السيد المندلاوي ان يبقى هو رئيس لمجلس النواب بالانابه الى نهايه الدوره، لان ما بقى شيء للدوره، بقى تقريبا اقل من سنه، يعني ايش راح نتفق؟ يعني بهذا الموضوع شهر شهرين ثلاثه ما راح تتفقون، واثنين احنا بالنسبه لنا اليوم اذا حصت مجلس النواب اذا يكون المرشح شيخ اليوم تقدم متهمين بعرقله اختيار رئيس مجلس نواب. اذا تسمح لي شيخ، هناك اتفاق على اي شخصيه لا من تقدم ولا من اي حزب، وراح يبقى المندلاوي الى نهايه الدوره. اي هذه ارادتكم، واليوم انتم متهمين او تقدم متهمه بعرقله اختيار اي شخصيه لشغل منصب رئاسه مجلس النواب حتى انه ماكو زعيم غير الحلبوسي. طبعا احنا ما نقبل اي مرشح يكون يتسنى منصب رئاسه البرلمان من اي حزب من الاحزاب السنيه دون موافقه حزب تقدم او من حزب تقدم. احنا نريد، لان حزب تقدم هو الاغلبيه، هو اللي يمثل المكون السني، والسيد الحلبوسي عاد للمكون السني قوته علاقاته، لان انت تعلم جيدا قبل عام 2014 كان هناك وجوه تمثل المكون السني ودمرت المكون السني وذهبت الى ساحات الذل والعار، هذا الشايل الدف ماله وهذا الشايل السيف ماله وهذا اللي راح بغداد وهذا اللي قتل العراقي وهذا كلهم، يعني كلهم. شيخ مزاحم ما تتوقع انه الامر يحتاج الى حل؟ عاد الى هيبته وعاد الى تقويته، طبعا قوه المكون السني وهيبته عادت الى المحافظات الغربيه بفضل فتوى السيد السيستاني والاخوه في الاطار التنسيقي اللي هم وقفوا مع المكون السني وقواه، اذا سواء الحلبوسي او اي شخصيه او اي منصب من للمكون السني. اليوم المكون السني لا يمكن يذهب الى مرشح دون موافقه الاطار التنسيقي، اذا يريد يزعلون او ما يزعلون، احنا بالنسبه لنا كسنه اذا مو موافقه الاخوه في الاطار التنسيقي ما نريد اي مرشح يتسنى منصب رئاسه مجلس النواب، لان المرشح اللي يجي دون موافقه الاخوه في الاطار التنسيقي هو مدعوم دوليا ومن دول معاديه. جيد. دكتور وائل وفق هذه المعطيات. ذهب ابراز الاطار وفق هذه المعطيات الموجوده، شنو السيناريو المتوقع باختصار جوازنا على الوقت؟ يعني اتصور انه لا يحدد موعد جلسه ما لم يتم الاتفاق السني. لذلك انا من الاشخاص الذي اعتقد ان السيناريو القادم هو عدم توافق الاخوه السنه، ولربما تبقى الامور كما هي الان على الاقل. طبعا انا اتحدث لك الان على الاقل هاي العشرة ايام، يعني لا يمكن ان تكون جلسه حتى بعد زياره الأربعين. نعم. يعني هذه وبعدها من الممكن ان يتم الحوار والسجال، وهذا يقول لا وهذا يقول نعم، وتبقى الامور كما هي عليه حتى بانتهاء هذه الدوره. لكن عليهم ان يعلموا ان الاطار بريء من هذا الشغور لهذا المنصب كبراءة الذئب من دم يوسف. هل يمضي المندلاوي الإطار ولا الإطار؟ هل يمضي الإطار التنسيقي بخيار تهميش أحد الأطراف في حال تجاوز شغور المنصب لأكثر من عام؟ لا أتصور، لأنه الأمور ماشي، يعني قانونيا. نعم. برلمان ماشي ويقر قوانين والأمر طبيعي، فهو الخلاف سني ما يردون، خلوا ابنه. نعم. للانتخابات. المحلل السياسي الدكتور وائل الركابي اشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، وعبر سكايب الشيخ مزاحم الحويت اشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لجنابك.
إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن تأجيل محاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية ما تعرف بسرقة القرن إلى نهاية شهر آب الجاري، إذ أكدت أوساط سياسية عراقية صعوبة محاكمة المتهم بسبب هروبه إلى خارج البلاد. ونفتتح وإياكم هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي. إذن مشاهدينا، محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير القانوني الأستاذ محمد العقيلي. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذنا العزيز. وأيضا ضيفنا في ملفنا الثاني الدكتور وائل الركابي، رحب بك مرة أخرى. الله أستاذ محمد، أبدأ مع جنابك، يعني شنو الأسس القانونية اللي استند عليها قرار تأجيل المحاكمة، وكيف يؤثر هروبه على إجراء المحاكمة في الوقت المؤجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة لتوضيح بعض الأمور في هذا الموضوع المهم جدا اللي شغل الرأي العام وشغل الشارع العراقي. أولا، من حق المحكمة كإجراء إجراء قانوني، من حق المحكمة أن تأجل إذا ما ارتأت وجود أمور ومتطلبات التأجيل، بالإضافة إلى أنه من حق المتهم أو وكلاء المتهم تقديم طلب لتأجيل جلسة المحاكمة بسبب معين. طبعا هذا السبب معين كان يكون هنالك ظرف طارئ ألم بالمتهم بالقضية، وبالتالي هذه الظرف الطارئ ممكن نستخرج منها ألف فرع. بالتالي مسألة التأجيل مسألة قانونية لا غبار عليها، مسألة وإجراء قانوني اتخذته المحكمة. لكن الشطر الآخر هو مسألة هروب المتهم. إحنا لحد الآن ما نعرف، يتداول بأنه هرب، حتى وإن كان لم يهرب هل سيحضر الجلسة المقبلة يوم 27 آب إذا كان داخل العراق؟ لا أحد يعرف. إذا كان المتهم هارب إلى خارج العراق، من يتحمل مسؤولية هروبه إلى خارج العراق؟ بالبدء إحنا نشوف نور زهير، هل هو المتهم الفاعل والرئيسي والوحيد في جريمة سرقة القرن؟ هو الوحيد، مو الوحيد بس هو المتهم الأبرز والأول والمسؤول والمدبر وكله. إذن أجيك بالإجابة. زين، بما أنه هو مو الوحيد ولا الأساسي ولا الرئيسي، لا الأساسي، اسمح لي صاد، لا مو الأساسي. زين، هو المتهم الأساسي أمام الإعلام وأمام القضاء، لكن حقيقة الأمر تعرفه حضرتك ويعرفه القضاء وتعرفه الدولة بأنه هو واجهة لجهات أخرى. من هذه الجهات؟ من هذه الجهات لا يستطيع أحد الإجابة عليها. ما معقول نور زهير بوحده هذا الشخص يقدر ياخذ هذا المبلغ الضخم، ومن دوائر مهمه جدا 2.5 مليار ممكن لنور زهير ان يوصلها بدون مساعدات. هذه المساعدات وبحسب تصريحات من سياسيين وبرلمانيين. هذا تحليل لو معلومه عندك؟ لا انا معلومه ما عندي، انا ما امتلك المعلومه، لكن هذه تصريحات ادلى بها سياسيون وبرلمانيون، وبما ان البرلمانيون هم ممثلي الشعب وهم المطلعين وهم لديهم السلطة الرقابية، فبالتالي هذه إذا ما نوجدت عن معلومات يجب أن يحاسب، وإذا هي عن معلومات فبالتالي يجب أن يحاسب من يقف خلف نور زهير. من يقف خلف نور زهير هو من هربه إذا كان هارب، ومن يقف مع نور زهير أو خلف نور زهير هو من منعه من الحضور إلى المحاكمة، وهو من سيدافع عنه، وهو من سيستقتل من أجل أن يكون هنالك حكم مخفف أو محاكمة غيابية تنسى بعد بضعة سنين. جيد دكتور، ليش تم إطلاق سراح نور زهير قبل محاكمته؟ هذه الأمور تصير مع أي متهم آخر؟ يعني هذا طبعا في ظل هاي الفترة الأخيرة بدينا نسمع في هكذا رؤية بأنه يعتقدون، يعني الجانب التنفيذي يعتقد أنه هو ما الذي نريده،
هل نحن نريد أن نسترد الأموال المسروقة من السارق أم نريد أن نسجن هذا؟ زين. صار الرأي على أساس أنه يابا إحنا نريد نرد الأموال ابتداء لأنه أموال عراقية وأموال عراقيين، فبالتالي عندنا الأولوية والأهمية استرداد الأموال. في استرداد الأموال. زين. هسه هذاك يرجع ما يرجع، نلقي عليه القبض، ايش قد يتحكم الحكم مالته بناء الى القضاء. صارت هاي الخطوه على اساس انه اعماله الكثيره اللي خرب بيتي عليه على قولتهم، يعني ننكسر قلبنا عليه، وبالتالي شاف القضاء ان يخرج حتى يكمل بعض الاستغناءات والاستثناءات التي مسجل دور سكنية، مسجل عمارات، مسجل ما أعرف إيش، مطي أرصدة، على أساس يحاول. أنا في رأيي الشخصي يعني كتحليل سياسي يعني مو معلومة، أنه حتى أيضا يلجأ إلى الأطراف الأخرى اللي داعمته، لأنه أنا أتفق أنه ليس نور زهير الوحيد، يعني قد يكون هو الآن بالواجهة. كل فاسد وكل سارق الآن موجود في النزاهة إلى ملف، أو من لم يكن له ملفاً، من ينتظر إن شاء الله الملفات القادمة عليهم والقرارات من النزاهة، هم شركاء مع أطراف أخرى، يعني حتى تحميهم تلقى من الحزب الفلاني، تلقى بالمنصب الفلاني، تلقى من الكتلة الفلانية، هم خصوم ظاهريا لكنهم في الفساد أصدقاء، ومن الأصدقاء الخلص لأنه مصلحتهم تقتضي. فبالتالي صار الرأي على أساس أنه يطلع وخلي نشوفه. أنا ما أتصور هو خارج العراق، يعني لا أتصور ولا أعتقد أن هناك مجازفة يستطيع أن أحد سواء من الحكومة العراقية أو من الطبقة السياسية حتى وإن كانت مشتركة ويا بالسرقة أن يجازفون بإخراجه خارج العراق. اللي دعمه لأن فضيحة، اللي دعمه بهكذا سرقة وجازف بدعمه، لا يدعمه ويطلعه وهو الممنوع، مو راح 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 تنفضح، راح ينفضح كثير. اكو رأي يعني القضاء راح يجون، راح يجيب وائل يحكي لك يقول لك لعد انت القضاء ما خال على بالك انه اذا يطلع اكو جهات تهربه خارج العراق، هذول الجماعه اللي حامينه شلون طلعته؟ شو الان لا طلعت لي؟ اذا طلعته من الذي سيكمد الاموال؟ هاي الثلاث مليارات عراقي جبت لي اياهن هن ذني الاموال؟ لو بعد غيرهن. والقضاء والقضاء ما قدر يعرف الشبكة اللي داعمة نور زهير من خلال تواجده بالسجن، راح طلعه وبعدين يتابعها خافي وحيمه. معلوم، لا لا، معلومات كاملة على هذا الملف وموجودة كثيرة. وجنابك تتحدث كمعرفتي بالقضاء خاصة النزاهة، يعني زي. حقيقة محاكمها أعتقد مضيقة الخناق ومحاصرة إلى، يعني من خلال الأدوات الأمنية محاصرة إلى نور زهير. زيان. لكن يقول لك أنا ما مضطر أن أعلن عنه هنا أو هناك. إذا الجهات معروفة للقضاء مثل ما تحدثت حضرتك اللي داعم نور زهير ومساعدته بالسرقة، شنو اللي يمنع القضاء اليوم من محاسبتهم وفضحهم أمام شعب العراق؟ بس يتم العملية تتم، ستسمع أسماء كثيرة تقف أمام القضاء في قضية. يا عملية تتم؟ عملية الانتهاء من كل المحكمة. ستأكو محكمة ما حضرها، جلسات لمحكمة خبية جلسة مو تصور. يعني هسه إذا ماكو نور زهير اليوم ماكو، راح اختفى نور زهير اليوم مباشر وعقبه وشهر وشهرين خلاص ما موجود. حينها لابد علينا نحن كأصوات نخاب إعلام زين أن نركز على هذا الموضوع ونطالب من كل الجهات التي تابعت هذه القضية أن تظهر لنا بكل شفافية ما هي فحوى التحقيقات. شلون؟ حتى نعرف. مو تقولون أموال عراقية، أنا رجال عراقي إلي حصة بسالفة نور زهير بايقني، فأريد أن أعرف وين، شمنو طلعها، شلون اللي جابه، طلعونا التحقيق. مقابل إطلاق صراحة، شقد نسبة الأموال اللي استرجعتها الحكومة من الأموال اللي سارقها الأستاذ نور زهير؟ هسه خب مو بس نور زهير السارق، هواية عندنا سراق وطالعين خارج العراق وعلى صعيد وزراء وعلى صعيد شخصيات معروفة زي. يعني أحدهم قاعد الآن بأمريكا وكان وزير، عينك بايق 2 مليار دولار عراقي ومتجنس أمريكي، والحكومة طالبت بأن يجيبونه لكنه ما يقدرون يجيبونه لأنه أمريكي، وعشرات غيره. أنا في رأيي كل الأموال التي استرجعت بما نسمع يعني يمكن ما يكون نسبة حتى 5% من الأموال الحقيقية المسروقة، هذا رأيي الشخصي، لأنه أموال مسلوبة كارثية. لكن تقول لي عمل النزاهة دي لاحق ويشتغل بكل ثقلة،
أنا كل ثقة في عمل النزاهة بهذا الخصوص. جيد أستاذ محمد، أعود لحضرتك، يعني هل يمكن استرداد الأموال المسروقة في حال تأخر أو تعذر محاكمة المتهمين الرئيسيين بهذه القضية؟ حب أعرج بس على كلام الأستاذ وائل ونرجع. النزاهة أنت قلت أنه ألقوا القبض، الأموال وين صارت، باقي المجرمين. هيئة النزاهة عملها عمل راقي جدا بصراحة، رغم الضغوطات ورغم يعني العقبات اللي تواجههم، لكن هم قدروا أنه يستردون أكثر من متهم سواء بهذه العملية أو عمليات سرقة كبرى أو كبريات أخرى غير هذه. أي ضغوطات؟ أي ضغوطات؟ أكو ضغوطات على نعم عملهم. إحنا بالعراق أستاذ، إحنا اللي تحكمنا ما تحكمنا مؤسسات، إحنا نكون واقعيين ونحكي على مود شعبنا يعرف. إحنا مو بلد مؤسسات، واقعاً إحنا على الورق وعلى الدستور وعلى القوانين نعم بلد مؤسسات، لكن على أرض الواقع إحنا مو بلد مؤسسات، إحنا بلد أحزاب. وكل الهيئات المستقلة أو أغلبها وأغلب شخصياتها هم تابعين لأحزاب ومن ضمن المحاصصة، فبالتالي كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية هو تابع بشكل نسبي وإن كان متام لجهة معينة، بالتالي هذه الجهة المعينة راح تمارس ضغوطاتها على هذا المفصل. أعود لك، أنت تقول لي ليش طلع وشلون طلع، أكو مفارقة الآن المجتمع العراقي والشارع العراقي. لو نروح إذا كان شاب مراهق سرق لأي سرقة بسيطة تكتك من الشارع، اليوم القاضي ما يطلق سراحه بكفالة رغم الجواز القانوني ورغم أنه إطلاق سراح نور زهير بكفالة هو إجراء قانوني لا لبس فيه وإجراء حقيقي وإجراء اتخذت المحكمة ما بي كل مشكلة وفق القانون القانون أباح لها. لكن المفارقة الشارع العراقي لما يقول لك أنا اليوم أشوف السارق البسيط يطبق عليه القانون وبصعوبة إطلاق سراحة بكفالة، وإن كانت المادة القانونية تنص على أو تبيح للمحكمة أن تطلق سراحة بكفالة، لكن سرقة باثنين مليار ونص بعد فترة وجيزة يطلق سراح سارقها والمتهم بسرقتها، شيء ملفت للنظر. هو أنا أسألك أنت كقانوني. نعم الإجراء يعني قانوني أستاذ، أنا جاوبتك الإجراء قانوني من حيث القانون إجراء قانوني، لكن تساؤلات الشارع العراقي هنا راح يقول لك ليش نور زهير تعاملت ويا الدولة العراق. نعم. أنا أسألك كقانوني، القانون يسمح اليوم سين من الناس سرق مبلغ هالقد، يسمح القانون بأن تطلق سراحة حتى يروح يشوف وين صرفهن وانضامهن يجيبهن ويرجعهن؟ لا مو بهاي الآلية، القانون يسمح بإطلاق سراح أي متهم ما لم تكن عقوبة التهمة المسندة عليها والمادة القانونية الإعدام إذا كانت حبس وإن كانت مؤبد. كم واحد بالسجن الآن متهمين بسرقة أشياء بسيطة جدا؟ صار هاي اللي قلت لك إياها أستاذ. إيه إيه؟ جاي أقول لك إياها على الموضوع على ناس وناس. هو جاي أقول لك أنا الشارع العراقي كإجراء قانوني إجراء سليم لا لبس فيه، لكن الشارع العراقي يقول لك ليش هذا المواطن البسيط الشاب هذا يتعامل هي المعاملة ونور زهير منو اللي ضغط؟ إيه هو اللي فسر لهذا الفرق، فسر لي الفرق ليش الفرق فسرنا انا استاذ قلنا لك هذا استاذ حبيب قلبي هذا وراك هذا الكلينكس ما عنده يطي مسجون زين هذا لا يورق هذا المن يورق هم الطبقه دول اللي ويا المسؤولين الجماعات استاذنا الطبقه المساعده حتى يورق المن هاي الطبقه المن تورق يعني على اساس بناء على توريق لا انا مو هذا اللي اقصد لا 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 انا اقصد انه اللي مستفيدين ويا سابقا قبل لا يلقى القبض عليه الان جزء من ادواتهم ان يدورون التطبيق القانوني لكن ذاك مسكين ما يعرف حتى القانون من يقول له يا ابا انت ترى من حقك ان تطلع ومن حقك ان محاميك يجي يرفع دعوه يقول يا ابا خلي يطلع لفد اسبوع اسبوعين ما يدري يظل خايس بالسجن هذول لا يحركون له مجاميع يقدرون يطالبون عليه انه مثل ما حضر الجلسه والاستاذ يقول لك الاجراء قانوني ما يحضر نعم. الجلسه الاخرين ما يقدرون بس اجا عليك حضور دعوة للجزمة تلقى ثاني يوم أقضي عدم على عدم حضور نور زهير للجلسة إجراء قانوني شنو اللي يترتب عليه في حال ما حضر بالجلسة اللي بعدها واللي بعدها احنا هنا نقول من حق وكلائه أو من حقه هو إذا يحضر لا هو ما حضر فمن حق وكلائه تقديم طلب لتأجيل الجلسة الطلب هنا قانوني نعم ما بكل مشكلة والمحكمة أخذت به وأجلت الجلسة إلى يوم 27 آب في حال ما حضر في حال لنفترض الجلسة المقبلة أيضا ما حضر قد يقدمون طلب آخر وقد يكون هنالك ظرف يستدعي تأجيل الجلسة لكن السؤال الأهم إذا بقي يتهرب
متأجلة 27 والشهر التاسع، هذه بعدها شنو؟ صح. الإجراء القانوني بعدها محكمة المحكمة الجنايات المختصة بمكافحة الفساد والنزاهة أنه تحاكمه غيابياً. خلاص أنت ما جاي تحضر، وإذا تخلف وكلاء وتخلف هو تصدر عليه أمر قبض بالجديد وتتخذ إجراءات قانونية بحقه. جيد دكتور وائل، شنو قيمة الحكم الغيابي إذا كان المتهم في الدول الأوروبية ينعم بالأموال والخيرات وعايش حياته حياة طبيعية، ومن المسؤول؟ لا قيمة لهكذا قرار في رأيي الشخصي، يعني خاصة بالنسبة للفاسد السارق وبالنسبة إلى القاتل. يعني أنت إيش قد عدنا سمرينا بضحايا إرهاب مثلا ومجاميع، لربما الآن الحديث يعني ولو هذا بس يضرب الأمثال تضرب ولا تقاس. من يطالب بقانون عفو مثلا، يعني راح تطلع لي قاتل مثلا يعني بعض تعديلاته، زين أنا هذا القاتل من الطلعة، هذا المقتول الضحية شو استفاد يعني؟ فنفس الشيء بالنسبة إلى السارق اللي طلعة والمسروق اللي قاعد باقي بالبلد قاعد يباوع على أحدهم يغادر والثاني لحقة بعد مدة والثالث والرابع، شنو الغيابين؟ أنا شخبض من الغيابين. نعم كإجراء قانوني والله أنصفه القضاء، أنصف الحالة لحادثة السرقة، لكن آن الملايين هاي شلون المليارات؟ وهي سرقة أي سرقة؟ وهي المليارات. لا أنت لا تحدد ليها تعتبرها هاي مال نور زهير يعني فد شيء عظيم، لا صدقني أكو مئات أضعاف نور زهير، لكن لا ملقى القبض عليهم ولا هاي مو دفاع عن نور زهير. لا أنا أصلاً يعني أعجب لمن يدافع ويحاول أن يعتبر أنه أي قرار بحقه. نور زهير ما مشمول بحكم إعدام، يعني هذا يا منطق اللي يعني شلون بعد شيء يعني حكم الإعدام على اليمن، حكم الإعدام على اليمن وشنو قيمة؟ أنا أقول شنو قيمة الإعدام حتى وأن نحكم بالإعدام؟ شنو قيمة الإعدام هو إذا طلع خارج العراق ويعيش بهاي المليارات الدولارات اللي سرقها؟ نعم أنا أحكي لك تنفيذا، أما إذا طلع خارج العراق وباقي الأمور كلها موجودة ومطلع لش قد مطلع يابه، مطلع له مليار هم يعيش ملك وحياته. إذا كان طالع خارج العراق وهرب من المحاكمة، منو يتحمل المسؤولية؟ الدولة برمتها. أنا في رأيي الشخصي الدولة كحكومة وكقضاء وكمكافحة فساد ونزاهة تتحمل مسؤوليتها، لأنه هي من ألقت القبض وهي من سمحت له بإطلاق السراح لكي تحصل على معلومات وتسترد الأموال، وبالتالي إذا هرب فكل الجهات يجب أن تحاسب على هذا. المحلل السياسي دكتور وائل الركابي أشكرك جزيلا الشكر، والخبير القانوني الأستاذ محمد العقيلي شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا ختام محور ملفنا راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول تأجيل موعد محاكمة المتهم السارق نور زهير. مشاهدينا حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.